عسلامة عسلامة يا غالين، ويا رب إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وخير. هذه الحلقة الثانية من برنامجكم نفس شو اللي حبيتوه، وكل كومنتارات المزيانة هنا عم بوزينكم وقدكم وخدكم، إن شاء الله ربي يفضلكم ليا. اليوم باش نمشيو مع بعضنا المهرجان قرطاج الدولي، الدورة عدد 58، اليوم موجود فيها الفنان العربي وائل الكفوري. باش نمشيو نواكبوا الأجواء، فما برشا عباد عمرها ما حضرت المهرجان قرطاج وما تعرفوش، ما تعرفش يعني الكواليس، ما تعرفش الدخلة، ما تعرفش الببليك منين يدخل، ما يعرفوش برشا حاجات، ما يعرفوش المدارج، ما يعرفوش التحضيرات. هذه الكل انا باش نصوره لكم، وكل عاده راهي حلقتي انا ما نعملش فيها تابي نتاع موزيكا، نخليكم تعيشوا اللحظه كما هي، الصوت كيما انا نسمعه ونحب نوصله لكم. اوكي تو نبوسكم بوسه مرصوصه من عند نوصه، ما تنسوش بيان سور الجيم والكومنتير والبارتاج كان عجبتكم الحلقه، واكيد باش تعجبكم. برشا حب ليكم. مرحبا بيا ومرحبا بيك. تفضل تفضل، عرفش نحو. ايه رايكم في الاجواء؟ باش ناخذ لكم توا الاجواء نتاع الدخله نتاع المدارج، هو فما من هوني ومن هوني. انا خلينا نمشي ندخل بكم من هوني من زون بريس، ومن بعد يعمل ربي باش نوريكم، بعد نعاود نرجع نرجع عندي كونفيرونس اخرى. اما خلينا نشوف هذيا المدارج، تو باش نوريكم يعني تو فارغ نطلعوا الكونفيرونس ومن بعد نوريكم. اوكي هذيا الزون نتاع الصحفيين اللي بالمراقب، والله كلها ولات مراقب هي ولا كيفاش. لا هذيا الزون نتاع الصحفيين، ما غادي نورمالمون نتاع الوزره، وكان ما فهمتش حسيت فما حاجه تبدلت. انا اسمع هذا المسرح تاع المدارج. هني يا جماعة البلاصة هذي نعملوا فيها البوان دو بريس، يعني بعد ما يطلع الارتيست يغني هنا يتلموا الصحفيين ونسألوه شوية أسئلة على المهرجان وعلى البرمجة وعلى كل شيء. وذو ما تشوفوا فيهم هنا الكل كلهم صحفيين، كل هذيك ضحى، ضحى ضحى فيك بوزينك يا ربي. هذي التنظيم نتاع الصحفيين، الصحفية الثانية هكا تنظمنا. شايفوني ريق يا مان، شايفولك ريقك؟ قعدهم عيط عليهم يفهموا كان بالعياط. هذوك جاينا قاعد ناخذ بلاصه، والله بلاصه هاي اعطيني مكان اللي نبغي يا جماعه. باش نوريكم الببليك وراهي مازالت ساعه كامله على العرض، ساعه كامله يعني مازالوا العباد داخلين في البيت. العام اللي فات كنت حاضر في الاختتام هوني، وزملائي الصحفيين تنشوا عليا، ففرصة باش نسلم نحب نحيي الصحفيين الكل الاعلاميين اللي جاوا، اللي غطيوا، اللي راحوا للخيرين، اللي يحضروا على بوست بروت، اللي يشيروا على الريداكسيون، اللي يخدموا الصباح. ميرسي بوكو على خدمتكم، وهاك بعد عام رجعت الكريدي تاعي. يلا نويت والدخلة، يلا 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 يلا.
Oh.
رأيك إيه؟ زملاء الصحفيين ما تسمعش بقى الكفوري أنت؟ نسمع كلمة الكفوري أنا بالحق تسمع في اللايف؟ نسمع في الدار وفي كل بلاس كيف مكرتش؟ مع بيا برش جدا ما حبيب بديت العبيد تخرج هو مازال في السيرة أما العبيد الذكيين يفسعوا قبل بدرج ولا درجين على الضغط مش ينجموا يخرجوا من البيت عامل الزملاء الصحفيين يعملوا في الانترفيو أوه هنيمة صور فيا ميرسي نعم بوزينك وريني وريني يا عرسي كم بوزك سلمان يا عرسي معك المسيو معك المسيو الزملاء الصحفيين كمان شد وائل الكفوري في الكهرباء والله من قلب الحدث شدوه شدوه هبط لكم الشباك ولا ما هبطوش هبط عاود هبط مثال نسخف اللوجة على البيس متاع الصحفيين وين؟ كار الصحفيين وين؟ يلعب الروعة بارنش كارنا وين الله والرسول أعلم ولدي هذه كارنا السلام هذه البيس متاع الجورناليست أيه السلام عليكم موفاية وخايتي هلأ الصحفيين هابطين من البيس بعد الخدمة قديش الوقت؟ دنيا قديش الوقت كملنا الخدمة؟ ما دي ساعة ما دي ساعة بتعليم مطيشي في صندق خبيل يا نار على رواحنا يا نار يعني شوف الزحمة مجاهدين والله والله رانا شعب مجاهد والله آية ليلتكم زينة وإن شاء الله يا ربي حلقة عجبتكم وبرشا بوسيت ليكم وما زيت برشا خدمة جديدة قديش نشوف الوقت المنقال هذي ساعة درج فلا طبعا بالله مزيد كهبط من البيوس متاع الصحفيين وكلنا حاضرين مع بعضنا لحفلة وائل الكفوري في التاكسير نتاع مرامحة مكتوب لي اليوم في المضمون طارق شو بدي